استمع لي، بالمعرفة نرتقي. متابعي قناة استمع لي الأعزاء، سلام الله عليكم. قبل بداية الفيديو ندعوك للاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. يحكى أنه في يوم من الأيام خرج الطبيب الشهير إيشان مسرعا كي يذهب إلى المطار للمشاركة في المؤتمر العالمي الدولي الذي سيتم تكريمه به على إنجازاته العلمية الفريدة في الطب. وبعد وصوله المطار وركوبه الطائرة، فجأة تم الإعلان أن الطائرة أصابها عطل ما وستهبط اضطراريا في أقرب مطار. وبمجرد هبوط الطائرة توجه الطبيب على الفور إلى استعلامات المطار وقال لهم أنه طبيب شهير، كل دقيقة لديه تساوي أرواح العديد من البشر، ولا يمكنني الانتظار هنا 16 ساعة لأركب طائرة أخرى. فأجابه الموظف، ولكنك إذا كنت مستعجلا يا سيدي يمكنك استئجار سيارة والذهاب بها فورا، فرحلتك لا تبعد عن هنا سوى 3 ساعات فقط. وافق إيشان مستاء وأخذ السيارة وبدأ طريقها. وفجأة تغير الجو وبدأ المطر يهطل بشدة، وأصبح من العسير جدا رؤية الطريق أمامها. وبعد ساعتين أيقن أنه قد ضل طريقها وأحس بالجوع والتعب. بحث فرأى أمامه بيتا صغيرا، توقف عنده ودق الباب، فسمع صوت امرأة عجوز تقول، تفضل بالدخول كائنا من تكون، الباب مفتوح. دخل الطبيب واستأذن العجوز المقعدة في استعمال الهاتف، فضحكت العجوز وقالت، أي هاتف يا بني؟ ألا ترى أين أنت؟ هنا ليس هناك كهرباء ولا هواتف، ولكن تفضل يمكنك أن تستريح وتشرب فنجانا من الشاي الساخن وتأكل بعض الطعام على المائدة حتى تسترد قوتك وطاقتك وتكمل طريقك. شكر الطبيب السيد الطيب كثيرا وجلس يأكل بينما كانت العجوز تصلي وتدعي الله عز وجل. وفجأة انتبه الطبيب إلى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزها. اقترب إيشان من السيدة وقال لها، يا أمي والله قد أخجلتني بكرمك وأخلاقك، وعسى الله أن يستجيب دعاءك. قالت له العجوز، يا بني لقد أجاب الله سبحانه وتعالى كل دعواتي إلا واحدة. قال إيشان، وما هي تلك الدعوة؟ قالت العجوز، هذا الطفل هو حفيدي يتيم الأبوين، وقد أصابه مرض عضال، عجز جميع الأطباء هنا عن علاجه، وقيل لي أن هناك جراحا عالميا واحدا هو القادر على علاجه يسمى إيشان، ولكنه يعيش بعيدا جدا عن هنا، وأنا ليس لدي المال ولا القدرة على أخذ حفيدي إليها، وأخشى أن يموت طفلي، فدعوت الله أن يسهل أمري ويساعدني. بكى الطبيب إيشان وقال، والله يا أمي إن دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء كي يسوقني الله إليك حتى بابك. يسبب الله عز وجل الأسباب لعباده المؤمنين بالدعاء. سبحانك ما أعظمك وما أكرمك يا الله. أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم، لا تنسوا مشاركة القصة مع أصدقائكم. شكرا وإلى اللقاء.